الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ خالد إزوار، رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعية المجتمع المدني بمدينة القنيطرة. كما شفت هذا الصباح وبكل تلقائية وبكل عفوية خرجت ساكنة مدينة القنيطرة ممثلة في هيئات وجمعيات المجتمع المدني لكي تتمنى جميع المجهودات الجبارة لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك النجاحات المتراكمة والمتتالية للدبلوماسية المغربية. ونقول للعالم الحمد لله، ها هو لقد ظهر الحق وزهق الباطل. نحن كنا نأمن وكنا مؤمنين بأن الصحراء مغربية، لكن انتهجنا جميع السبل والطرائق الديمقراطية وكذلك المنتظمات الدولية التي بكل صدق لم تعطي أكلها، وجاء القرار الكبير الصادم للأعداء، القرار من أكبر دولة صانعة قرار، أول اقتصاد عالمي وأكبر دولة وصاحبة الفيتو الولايات المتحدة، اللي اعترفت بأن المغرب كان له الفضل سنة 1777 بالاعتراف بها. والمغرب آنذاك كان هو بمثابة الولايات المتحدة في تلك الفترة وتلك الآونة. كان المغرب قويا، كان له عسكر، كان له جميع الإمكانات الثقافية وكذلك التجارية والصناعية آنذاك. كذلك بغينا نثبت للعالم أن المغرب لم يتخلى عن الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وكما قلت الإخوان وغنبقى نرددها دائما، الحسن الثاني رحمه الله سنة 1981 عندما خاطب القادة العرب قال لهم خليهم يديروا الدولة ديالهم، فلسطين أنا ذلك دولة قوية، إسرائيل دولة صغيرة، الدولة العبرية دولة صغيرة، خليهم يديروا وسط منكم واحتويهم. الآن أضحت إسرائيل من كبريات الدول، والآن القادة العرب عندهم اتصالات خفية مع إسرائيل لا يجهرون بها. الآن المغرب باغي الحل الجذري، ما باغيش غير دوك الشعوب اللي تيخرجوا كل عام كنا تمشيو بالكيران تمشيو الرباط ونديروا دوك الزيوفه هنايا ونقولوا حنا مع فلسطين ونرجعوا لديورنا ونتعشاو وناكلوا ولا غد ليه تنبداو يوم اخر. المغرب باغي حل جذري للدوله الفلسطينيه وكذلك للدوله العبريه. كذلك باش غادي نختم انت نقول للعالم، المغرب شعبا وحكومة وأحزابا ونقابة ومجتمع مدني، كلنا جسد واحد، كلنا لحمة واحدة وراء السياسة النيرة ديال محمد السادس نصره الله. تحية للإخوان الصحفيين، تحية لأخبار القناة الإلكترونية أخبارنا الجالية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم. الخمار الشيخي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، نحن هنا كباقي أطراف المجتمع المدني لنتمنى خطوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لما يقوم به لخدمة الوطن والمواطن، وما اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وهي أعظم دولة في العالم إلا دليل على ما يقوم به صاحب الجلالة من مبادرات تساعد الوطن على القيام بواجبه على أحسن وجه. شكرا لجلالة الملك، وشكرا لأخبار الجالية لتغطيتها المتميزة لهذا الحفل ولهذه المسيرة الوطنية الناجحة. صافي دي زاني كو سو سيستيم اي لي جويف اي انسي دو سويت. Ça fait des années qu'ils sont là. Mais là, ça a été vraiment légalisé, international. On est reconnu comme le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. On a juste un problème, question de mentalité, le respect. Mais alhamdoulilah, doucement. Comme on dit, l'oiseau fait son nid petit à petit.
الله ينوركم وعيش المغرب، عيش الملك. وشعارنا واحد، الله الوطن الملك.